صباح الخير عليكم، معاكم كابتن محمد سيد. النهارده هنتكلم عن حاجه مختلفه شويه ومشكله كبيره ناس كتيره بتعاني منها، هي الراوند شولدر. ايه الراوند شولدر ده؟ ده بيحصل نتيجه قوه عضلات الصدر وضعف في عضلات الابر باك والترابيزيوس اللور، فبالتالي الجسم بيبقى بالشكل ده. ليه بيحصل للجسم الشكل ده؟ نتيجة ان انت بتقعد فترة طويلة في البوزيشن ده، او بتسوق فترة طويلة، او شغلك فيه مكتب كتير، فبالتالي انت مضطر تقعد عدد ساعات طويلة بالشكل ده، فبيحصل مشكلة في الكتف من هنا، فبالتالي بيبقى عندك راوند شولدر. التمارين دي بسيطة ان انتوا تعالجوا مشكلة الراوند شولدر، وتقدروا تعملوها في الشغل او في العربية او في البيت. اول تمرين معانا، هخلي ايدي بالشكل ده على صباع ايدي الكبير، وابدا ان انا اطلع لفوق بالشكل ده، واخلي رقبتي تبص لصباع ايدي الكبير، وابدا انزل اطلع انزل اطلع انزل. تاني تمرين معانا، هبدا ان انا اشبك ايدي بالشكل ده، وهحطها على دماغي هنا، وابدا ان انا انزل برقبتي لقدام، واطلع ازق بايدي ظهر لفوق. مش لازم ان انا وانا نازل قدام اضغط اي على رقبتي، هو انا بس ساند بس، وابدا ان انا ازق بدماغي ايدي لورا بالشكل ده. تالت تمرين معانا، هبدا ان انا استرتش البكتوراليس. ازاي؟ هبدا ان انا اعمل كده تاني. ما ينفعش اخلي رقبتي كده وانا بسترتش، لازم اخلي رقبتي باصه لفوق على نقطه ثابته، وابدا ان انا اتنفس بشكل صح. تالت تمرين معانا، هبدا ان انا اجيب ايدي احطها على كتفي من ورا، وازق كواي من هنا بالشكل ده، ورقبتي باصه لفوق على نقطه ثابته. سيب تاني، اجيب ايدي احطها على كتفي من ورا، وابدا ازق كواي بالشكل ده تاني. التمرين الجاي هبدا ان انا اشتغل فيه على تقويه عضلات الميدل باك او الميدل ترابيزوس. هبدا اخلي ايدي باصه لفوق، وارفعها في مستوى عيني، وابدا ان انا افتح ايدي لبره. لازم تبقى رقبتي باصه على نقطه ثابته لفوق، وابدا ان انا اقفل عضلات الميدل ترابيزيوس اللي هي هنا بالشكل ده، ابدا ان انا اقفلها. وبكده نكون انتهينا من تمارين النهارده. ممكن نعمل التمارين دي 3 مجموعات في 10 عدات يوميا، هتساعدك ان انت تعالج الراوند شولدر بسهوله من غير ما تضطر ان انت تروح لدكتور او تنزل جيم او اي حاجه، تقدر من خلال يومك وطبيعه يومك تعالج نفسك بنفسك. تابعوني في الحلقات اللي جايه.